أخبار اليوم. السادة الوزراء والسادة المحافظين والسادة المستشار طارق منصور رئيس نادي الزمالك، أنا لسه كنت بقول لطوالع إن الزمالك أغلبية يعني على غير المثال، فقال لي من الحضور كده ومن الترحيب دي شايفين إن الزمالكاوي أكتر من الأهلاوية، مش كده برضه؟ لا الأهلاوية أكتر يا ريس، الأهلاوية أكتر. نرحب السيدة صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والسيد المهندس أسامة الشيخ رائد الإعلام المصري، بنتمنى له التوفيق إن شاء الله في مهمة قادمة وهو قادر عليها بإذن الله، وبنرحب دايما عضو أسرة أخبار اليوم السيد الوزير أسامة صالح. وأبناء أسرة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة عارفين الجهود اللي بيقوم بيها إدارة أخبار اليوم. رحب بالسادة الفنانين، فنان حمادة هلال، الحقيقة أنا ما كنتش مستعد إن أنا أقول كلمة، إنما خلينا نقول بقالنا سنة في من المسائية الأخبار المسائية إضراب التوزيع في 5، من المسائية للأخبار المسائي كان برنامج في جهد، لكنه ما كانش باين انه من راحل أخبار اليوم، مش بس الاسم انه خد اسم الأخبار معاه، لا خد روح مدرسة أخبار اليوم. الجهد ده ينسى الفضل فيه للأستاذ جمال حسين رئيس تحرير، والكل أعضاء أسرة الأخبار المسائي. أنا بقول دايماً إحنا ننسى إحنا موجودين فين دلوقتي، نفكر إحنا عايزين نبقى فين، عايزين نبقى جريدة رقم واحد في العالم العربي، جريدة مسائية رقم واحد، عايزين ننافس الجرائد الصباحية ونطلع بالأخبار. معلش أنا صحيح رئيس تحرير جريدة صباحية، إنما يسعدني إن الأخبار المسائية تتفوق. بتمنى ان شاء الله ان احنا نوجه السوق المصري، السوق المصري متغير، قبل كده كان التطوير بيحصل في الصحف كل 10 سنين، دلوقتي المفروض يحصل كل سنه بكتير. السوق اتغير، قطاع الحياه اسرع، المنافسه مع الفضائيات ومع المواقع الاخباريه ومع الصحافه الرقميه بشكل عام منافسه شديده. أنا عارف إن إحنا قادرين عليها في صحف أخبار اليوم، قادرين عليها في الصحافة الرقمية في أخبار اليوم، هتشهد خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة انطلاقة يمكن اللي تابع الفن التسجيلي. أنا اتكلمت على أبلكيشن اسمه آخر لحظة، نزله على الموبايل أو نزله على التاب، شوف فيه آخر الأخبار في بوابة أخبار اليوم، في مواقع صحف أخبار اليوم، في المواقع المصرية المحترمة، أركز تاني على المحترمة، مواقع الفضائيات المحترمة، المواقع العربية الوطنية، المواقع الدولية اللي بتقدم إسهام في التنوير والوعي والمعرفة. هتفتح الابلكيشن ده تلاقي العالم كله قدامك. إحنا مش غرضنا منه الربح، إحنا غرضنا منه المعرفة. في ابلكيشن تاني احنا كنا اتكلمنا من سنتين على دخول اخبار اليوم لتطبيق الاوجمنتد رياليتي او الواقع المعزز، دلوقتي بقى عندنا ابلكيشن خاص باخبار اليوم، بقت اول مؤسسه في العالم العربي في افريقيا وفي الشرق الاوسط اللي بتستخدم هذا التطبيق. التطبيق ده باختصار بيحول الجريده الى صوت وصوره وحركه و 3D وبعد ثلاثي، ده بيخدم الصحافه وبيخدم الاعلام. ان شاء الله هنعمل احتفال قريب جدا، شرفنا ان الساده الحضور الكريم يكونوا معانا في هذا الاحتفال. هنطلق فيه التطبيقين، هنطلق فيه البوابه الجديده لاخبار اليوم، وفي نفس الوقت احنا متفقين ان احنا على 1/7 ان شاء الله هنعمل تطوير جديد في صحف اخبار اليوم كلها. صحيح احنا عملنا تطوير من اول يناير، انما
خلينا نشوف ان في صحف زميله وعريقه ما طلعهاش يد التطوير من 40 50 سنه. خلينا نقول ان احنا هنشتغل على كده، هنواكب الزور المصري، هنواكب التطور اللي بتشهده البلد في كل المجالات، هنكون لسان المواطن المصري الغلبان اللي يمكن ما بيهرناش لان الظروف الاقتصاديه ما تمكنوش انه يدفع كل يوم 2 جنيه او ظروفه في التعليم كان اقل حظ في التعليم ف من محدود القراءه او من الاميين. دول الحقيقه هم جمهورنا الحي اللي احنا بندافع عنه، احنا طالعين بفلوس الشعب ندافع عن الناس الغلابه نمره واحد، ندافع عن المواطن المصري، ندافع عن الدولة المصرية. ده دورنا ودي رسالتنا من 70 سنة. احنا بإذن الله قادرين على ان نكون جسر من اتجاهين، جسر يوصل صوت السلطة الوطنية، وأكرر تاني السلطة الوطنية للشعب، والأهم ان احنا في الاتجاه الآخر جسر بين الشعب، الشعب المصري البطل، الشعب المصري اللي غير مصر وغير المنطقة العربية وحافظ على الدولة المصرية أقدم دولة في العالم بمعاونة أعرق جيش في التاريخ، إنه قدر إنه يكون النواة الصلبة لهذه الأمة التي يراد لها أن تتفتت وأن تتشرذم. إحنا هنقوم بالدور ده بإذن الله، وأنا بتمنى ليه كل التوفيق، وبشكر تاني الحضور الكريم على تشريف وإدارة أخبار اليوم لجريدة الأخبار المسائي، وبشكر كل زميل من أسرة الأخبار المسائي، وأقول لهم هنقدر نتطور ولا لا؟ هنقدر نبقى أحسن ولا لا؟ إحنا دلوقتي في مرحلة ممكن خلينا اللحظة دي نكون راضيين عنها، بعد دقيقة نكون مش راضيين عنها، لأن في الوقت اللي نرضى عنه باللي احنا انجزناه ما نقدرش نتطور. انا بشكر حضراتكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين.